سعودي قتل زوجته المصرية وقطعها بالمنشارة علشان سوقت سمعته. بنت اسمها رحابة عندها 32 سنة، أبوها ليبي الجنسية وأمها مصرية مقيمة في بني غازي. رحاب قررت إنها تيجي تقعد في مصر وتحديدا في اسكندرية، وفي يوم نزلت تتغدى في مكان وشافها شاب واتشد ليها جدا من كتر جمالها. الشاب ده اسمه مهند وهو طالب في الأكاديمية العربية وسعودي الجنسية. كلمها وقال لها إن هو عايز يتجوزها، وبالرغم من إنه لسه طالب بس راح فعلا متقدم لها واتجوزوا، وقعدوا مع بعض سنتين وربنا رزقهم بطفل اسمه علي. وحصلت بينهم بعدها مشاكل كتيرة قوي فقرروا إن هما يتطلقوا. وبعد كلام ومشاجرات كتير بينهم، مهند قال لرحاب إن عندنا في السعودية مفيش حد غريب بيربي أولادنا. ردت عليه البنت وقالت له إن أنا مش غريبة، أنا أمه. طبعا مهند مهتمش بكلامها وكان مصمم إنه هياخد الطفل بالعافية. وحصلت بينهم مشاكل أكتر بعدها بسبب ابنهم، وفي يوم قال لها إن هو هياخد علي وهيفسحه شوية، وأخد الولد فعلا وسفره السعودية عند إخواته، وهم اللي ساعدوه إن هم يطلعوا له جواز السفر للطفل، ورجع البيت من غير الطفل. ولما سألته فين علي قال لها إن هو سافر عند عمامه وملكش عند عيال. وطبعا رحابة اتجننت على ابنها وابتدت إنها تشتكي للناس كلها. ولما مهند حس إنها هتبتدي تعمله شوشرة وقلق، رحل البيت وفتح ودخل عليها وقطعها بالمنشار الكهربائي. وبعد ما قطعها اتصل باتنين صحابه في الأكاديمية، واحد اسمه محمد عبد الله سوداني الجنسية، وواحد تاني اسمه محمد عبد الحميد سعودي الجنسية. ولما راحوا له اتفاجئوا ان هو قتل مراته، فقال لهم انتوا لازم تساعدوني، انتوا كده كده بقيتوا معايا في الموضوع. وقال لهم انتوا خدوا النص اللي تحت ورموه، وانا هاخد النص اللي فوق واحطه في الفريزر علشان الريحه، وبعدها هتخلص منه بمعرفتي. وفعلا اصحابه اخدوها ورموها في منطقه زراعيه، اما مهند فمعرفش ان هو يتخلص من الجزء التاني، فاتصل بصحابه تاني وقال لهم زي ما اخدتوا الجزء الاسفل وتخلصتوا منه، تعالوا خدوا الجزء التاني وتخلصوا منه. بس اصحابه رفضوا وقالوا له احنا مش هنعك نفسنا معاك اكتر من كده. في الوقت ده اخت رحاب اللي كانت ساكنه في البحيره كل شويه تتصل عليها علشان تطمن، وكل ما تروح لها وتخبط محدش يفتح، وما كانش في اي حد يعرف عنها اي حاجه. مهند لما حس ان الموضوع هيتكشف فقرر ان هو هيسافر على السعوديه، واخت رحاب طبعا بلغت الشرطه. ولما الشرطه وصلت فتحت الشقه وشافوا اثار التقطيع وشموا ريحه وحشه جدا، قعدوا يدوروا في الشقه كلها لحد ما فتحوا الثلاجه ولقوا الجزء اللي فوق من رحاب. وطبعا اختها اول ما شافت المنظر ده اغمى عليها على طول، وبشهادة الجيران قالوا ان رحاب كل يوم كانت بتتخانق مع مهند بسبب ابنها علي. ولما الشرطة دورت على مهند اكتشف ان هو سافر على السعودية، وبالتحريات عرفوا ان هو ليه اتنين صحابه قريبين منه، محمد عبد الله السوداني ومحمد عبد الحميد سعودي. جابوهم وحققوا معاهم واعترفوا ان هم ملهمش علاقة بالجريمة، هم ساعدوا صاحبهم في رمي الجزء الاسفل. ولما الشرطة سألتهم على المكان اللي رموه فيه راحوا علشان يشوفوها، ما لقوش الجزء كامل لان الكلاب كانت اكلت بقيها. وطبعا مهند اتحكم عليه بالإعدام واتنفذ الحكم بالإعدام في عام 2020. ربنا يرحم رحاب.